ليست عن عاشور ولكن بمناسبته. ايه بقى؟ يعني احنا عايزين واحنا بنتعرض دايما زي ما قلنا ايه، احنا بنتكلم على المكتوب عن القضيه وليس صاحب الشأن. من اصعب الامور كمان اضافه الى هذا انك تتكلم على حد عشت طول عمرك تحترمه وتحبه يعني ما كنتش تتصور انه في لحظه ما ان الازمه هتيجي في من الجهه دي او من الناحيه دي. لكن ده بيفجر موضوع ليست عن عاشور ولكن بمناسبته. بمناسبه ايه بقى؟ هو بمناسبه ما يحدث. الاحترافيه بتقول ايه في الانديه؟ متى يعتزل اللاعب؟ هل من حق اللاعب هو ان يظل يلعب طالما يريد؟ ولا ان المصلحه العامه قد تقتضي احيانا انك تقول للاعب شكرا يا تحب تكون موجود معانا وتبطل معانا، يا اذا كنت شايف انك قادر تلعب انا ببلغ بدري عشان ما يعني. هذا هو نوع الاحترام. لان انا شفت ناس كتير عماله تقول والله اللي حصل مع عصام عاشور ما كانش صح. ايه اللي ما كانش صح فيه؟ ده رؤيه فنيه. الرؤيه الفنيه شافت ان في بدائل صاعده، وانا هنا عايز كل لاعب مش حسام عاشور يتذكر كيف صعد، كيف لعب. ما هو كابتن حسام عاشور خده كنموذج يعني. ده انت بالمناسبه اللي انت بتقوله حطه مع عربي بدر، ده لسه صاعد اهو في نفس المركز. ما احنا مش عايزين نقول العربي بيبطل عاشور، هي مش كده. ومش عايزين نقول حمدي فتحي، ولا عايزين نقول ان ظروف الفريق والتحديات المقبله هل هتتحمل انك ممكن تضحي بلاعب واعد او بناشئ علشان تقدر تدي فرص اكتر للاعب يبدو انه مش هيقدر يفيدك على مدى 90 دقيقه؟ لا ينتقص هذا من احد، دي سنه الحياه والطبيعه. وقالها زين الدين زيدان، اعتزلت لان العقل الجسد لم يستجب لنداء العقل او لتعليمات العقل. انت عايز تنفذ حاجات عندك افكار مش قادر تنفذها، فانت وبتبتدي بيبقى لها ارهاصات. انت الموسم اللي فات لازم تبقى فيها ارهاصه بتقول لك هيبقى الشكل ازاي. الوضع كان الناس كلها متصوره ان الموضوع كان هيبقى اسهل قوي مع كابتن حسام عاشور، ما كانش حد متصور ان دي قد تسفر على اكبر ازمه يواجهها النادي الاهلي، ليها تداعيات مهمه قوي في النادي الاهلي، وما زالت الناس بتتكلم فيها. الاحترافيه بتقول ايه؟ الرؤيه الفنيه. طب الرؤيه الفنيه، طب امتى تبلغ اللاعب؟ ما انت كل اللعيبه بتتبلغ في نهايه الموسم، لانك انت عندك لسه موسم دور كامل. مش مفروض اللعيب يبقى يعني في ازمه وهو موجود في النادي الاهلي. لما تقارن بقى وتشوف اكرامي، خلاص هو الراجل خد قرار ووضح ومحدش زعل منه. كابتن احمد فتحي تفاوض ولكن انتقل، الناس زعلت شويه ولكن قبلت ان ده عرض وطلب، وفي الاخر اختار اللي هو عايزه وما زال يعامل كلاعب في الفريق على اعلى مستوى. طب ليه ازمه الكابتن حسام عاشور؟ لان كابتن حسام عاشور كان قدامه خيارا، تبطل وكرمك كما لم يكرم احد. لا، الرد لا انا اقدر العب. المدهش ان ما كانش ده الرد، يعني لانه لو كان يقدر او في عروض تانية كان من حقه، واللي يقدر يلومه عليه يبقى غلطان. يعني هو لو كان جاله من الانديه الشعبيه الكبيره عروض يقبلها تليق بيه وتدي له المبالغ اللي هو عايزها ما كانش فيها اي ازمه. لا الاهلي كان هيزعل ولا جمهوره كان هيزعل. الزعل جه منين؟ انك انت تطلع تحط النادي بتاعك على طول تحت ضغط، تصريحات مش متوقعه منك. ودي تقودنا تاني، متى يحق للاعب ان يعلن اعتزاله؟ هل هو حق مطلق للاعب؟ وهل دي لما تقول له انا شايف في رؤيه فنيه بتقول كفايه لحد ان تنتقص منك تشيل من تاريخك؟ ابدا. اولا تاريخ كابتن حسام عاشور اتكتب، ما حدش هيقدر يجي ناحيته. لكن لو دامت لغيرك وصلت لك، هي المساله كده. طب هو الاحترافيه بتقول ان النادي لازم يجامل اللاعب بمواسم استثنائيه او بمبالغ استثنائيه، وان شاء الله على حساب انه يضحي بلاعب صاعد او واعد، ما تبقاش فيها احترافيه. الموضوع يا استاذ ابراهيم هو ده اللي انا عايز اناقشه، مش حكايه كابتن حسام عاشور قال ايه او ما قالش ايه.
كابتن حسام عاشور كل انصحه بيه كراجل بيحبه، نهدى بقى شويه، سيب الايام تعالج هذه الجروح اللي ما كان لهاش لازمه. ما كان لهاش اي لازمه بالتاكيد، ونتمنى ان تقف مشكله حسام عاشور عند هذا الحد، لانه بالتاكيد كتر الكلام مش في صالحه على الاطلاق. دي كانت مقاله المهندس عادل القيعي عن بمناسبه حسام عاشور وليست عنه شخصيا، لكن الكلام بيجيب بعضه.